مرحبا، اسمي هلا محفوظ، عمري 26 سنة، درست في الجامعة الأردنية نظم معلومات إدارية، بشتغل ناشطة ومستشارة في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة. عرفت عن مختبر التصنيع الرقمي عن طريق أحد موظفي شركة أورنج. بالنسبة إلي التجربة كانت كتير جديدة ومختلفة، وحبيت كتير أدخلها لأتعلم إشي جديد. تعلمنا كيف نستخدم الابتكار والتكنولوجيا لنلاقي حلول تخدم المجتمع. الجانب اللي كتير حلو إنه كنا نقدر كل يوم نروح ببرودكت جديد. كمان لقينا حلول تخدم قضية الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، ومن هون بشجع وبنصح الأشخاص ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة إنهم يدخلوا هيك فرص وتجارب، لأنها تساعدهم ليكتشفوا حالهم ويخلقوا تغيير حقيقي في المجتمع.